كما في عدد من فقراتنا سنتأقلم مع هذا الحدث الذي ستعيش على وقعه دبي غدا وبعد غد إن شاء الله، وهو منتدى الإعلام العربي. يسعدنا اليوم أن نخصص فقرة التغذية للإعلاميين والصحفيين والعاملين في هذا المجال. إذن في فقرة التغذية سنركز على أهم الخطوات والنصائح التي يجب اتباعها للحصول على جسم وفكر سليمين، طبعا مع ضيفتنا الدكتورة دانا الحمو إخصائية التغذية. صباح الخير يا عزيزتي، شكرا على وجودك معنا اليوم. وسنتناول موضوع جدا مهم ألا وهو التغذية الصحيحة للإعلاميين والصحفيين وكل العاملين في هذا المجال. هلا هنا فئة مهمة جدا بالمجتمع، مثل ما بتعرفي أنت واحدة منهم، نمط الحياة، نمط العمل، ساعات الدوام، يمكن هيدي يأثر سلبا أحيانا على نظام الغذاء اليومي، على العادات الغذائية، تناول وجبات السريعة لأنه ما في وقت لتحضير الطعام، اختلاف ساعات النوم، التوتر المستمر، هذا بيخليهم يشربوا منبهات أكثر، هذا ممكن يأثر على جسمهم وعلى بشرتهم وعلى صحتهم وأدائهم حتى المهني. وبالتالي اليوم حبينا أنه نحكي شوي عن إرشادات صحية. ويمكن هلا قبل ما نبلش انا سالتك انت شو، انت ما شاء الله صحيه سالتك تاخذي وجبه فطور الصبح؟ طبعا ضروري، انا سمعت اصلا ان لازم الانسان يتناول وجبه الافطار خلال ساعه من استيقاظه من النوم، صحيح دكتوره؟ مفيده جدا وجبه الفطور، لانه اهم شيء كاعلاميين انتم لازم تحافظوا على جسم رشيق. نعم. فلحنا لما نتناول وجبة الفطور الصبح وخاصة إذا كانت صحية فيها بروتين وفيها منتجات حبوب كاملة وخضرة وفواكه وكالسيوم، فهي بتخلينا نأخر الشعور بالجوع. فاللي بيأكل الفطور الصبح، لاحظي إذا كان فطور صحي ما بيتناول سناكات غير صحية خلال النهار، صحيح. ما بيلجأ لتناول وجبات سريعة بالليل، لأنه وجود البروتين بيخليه يتأخر بالشعور بالجوع. نعم. زائد هالوجبة حتعطيه فيتامينز ومعادن هنا جسمه بيحتاجها، ذهنه الدماغ بيحتاجها لحتى يشتغل بشكل صح، بتساعد على ثبات سكر الدم عندهم بالجسم، وبالتالي ما بيعود فيه توتر، ما بيعود فيه صداع، ما بيعود فيه تعب، ما بيعود فيه تعب على الرؤية حتى. يعني اللي بيشتغل بالإعلام بده يقرأ منيح، يشتغل على الكمبيوتر، فإذا تعب البصر عنده فهذا ممكن يسبب يأثر سلبا على شغل. فوجبة الفطور الصبح بتعطي إنرجي وفيتامينز ومعادن. ممكن تعطينا مثال عن وجبة إفطار صحية ومفيدة بالنسبة للإعلاميين الذين لا يمتلكون الكثير من الوقت؟ هلأ أهم شيء كتير غلط أنه في الصبح نروح على فنجان القهوة، واللي هو أغلب الناس والإعلاميين منهم بيبلشوا نهارهم بتناول فنجان قهوة. فنجان القهوة مفيد جدا الصباحي، لكن بناخد فوائده كمنبه ومنشط لما بنتناوله بعد نص ساعة من تناول وجبة الفطور الصبح. لذلك فينا نبلش الصبح، قبل شوي قلت لك ناخذ معلقه زيت زيتون على الريق، وراها كاسة مي. دوما بنختار المي درجة حرارة الغرفة، ممكن إضافة إلى قطرات من عصير الليمون أو الزنجبيل أو القرفة للتنكيه، ولنحصل على فوائد بتساعد على تنقية الجسم من السموم. هلا إذا كنا مستعجلين فينا ناخذ كاسة حليب أو كاسة لبن، إذا كنا بدنا نحافظ على وزننا ما نسمن نختار قليل الدسم، ناخذ معه مصدر للحبوب الكاملة اللي هي ممكن نحط فيه شوفان، وناخذ معه سلايسات براون توست او خبز حبوب كامله مع قطعه جبنه او مع بيضه ومع خضره وفواكه. هيك بنكون اخذنا حاجتنا اليوميه من الطاقه، من الفيتامينز، من المعادن، من النشويات، ومن الدهون الصحيه من معلقه زيت الزيتون، ومن الكالسيوم من كاسه الحليب او اللبن. وما ما بنشعر بالجوع اكثر لانه حطينا الشوفان باللبن او الحليب. الشوفان بينظم لنا سكر الدم فبيخلينا نشعر بالشبع لفترة. طبعا إضافة أن زيت الزيتون يعني مفيد للقلب ومفيد للجسم بشكل للبشرة، عام، للقلب، للهضم، بيساعد على تنظيم حركة الأمعاء، فهو مفيد جدا. إن شاء الله من باكر أول يوم رح أبدأ بهذه النصيحة. عزيزتي، ما هو الطعام الصحي وما هي الفيتامينات والمعادن التي عادة ما يحتاجها الإعلاميين والصحفيين في مجال عملهم؟ كما تعلمين يعني نحن في يعني سباق مع الزمن، لا نمتلك الوقت الكافي، يعني لدينا الكثير من التحضير، لدينا الكثير من العمل، التصوير. ممكن تعطينا ولو نبذة عن الطعام الصحي الذي نحتاجه؟ هلا أول شيء في هون قدامنا صحنين، واحد جات فواكه وواحد جات خضرة. كل ما تلون صحن الخضرة كل ما أخذنا أنتي أوكسيدنت أكثر. هلا فينا نقول خذوا للصحفيين والإعلاميين حبة فيتامين، تمام. لكن الفيتامين
كل الشركات عملوا فيتامينز وسبلمنتس ومعادن حطوا فيها وفيتامينز، بس ما حسنوا يحطوا بحبه واحده كل شيء فيه مضادات اكسده موجوده بالطبيعه بالخضره وبالفواكه. فنحن بنحرص انه بكل وجبه ندخل الخضره والفواكه لنظامنا الغذائي، السلطات كس صح او كسناكات يعني فينا ناخذ سناك الجزر، الخيار، الخس، الفليفله، البندوره. وغلط انه نفكر انه البندوره بتسبب زياده وزن، هي ما بتسبب زياده وزن. كما فينا ناخذ التوت، العنب، التفاح، الموز كسناكات بين الوجبات بدل ما ناخذ تشيبس وبسكويت وشوكولا، هذا حيسبب لنا زيادة وزن. هلا بس بشكل محدد الصحفيين والإعلامي أو اللي عندهم حياة فيها ستريس بحاجة لمجموعة معادن منها المغنيسيوم. لحنا مع التوتر والتعصيب جسمنا بيزيد طرحه لمعدن المغنيسيوم اللي نقصه ممكن يسبب لنا إرهاق، تعب. أحيانا بتلاقي بآخر الليل أنت نايمة تشنجت رجليك صار في كرام، هذا سببه نقص مغنيسيوم أو نقص كالسيوم. أين ممكن أن نجد هذا المغنيسيوم والكالسيوم أيضا؟ الكالسيوم طبعا مثل ما بنعرف باللبن، الحليب، البروكولي، السمك السردين، السمسم، التين المجفف، الخس، هدول بيعطونا جزء من حجم اللوز من الكالسيوم. بينما المغنيسيوم بنلاقيه بالورقيات الخضراء، بنلاقيه بالبقول، بالشوكولا، الشوكولا السوداء. يعني بمعنى آخر لما بيكون نظامنا الغذائي متوازن في كل شيء خضرة وفواكه وبروتينات ودهون صحية، فهيك بياخد جسمنا كل حاجته اليومية. غير المغنيسيوم لازم نقوي المناعة. نقوي المناعة بشقين. كتير مهم أنه ننتبه لفيتامين دي يلي بيشتغلوا بالصحف والإعلام ما بيتعرضوا كتير لأشعة الشمس، دائما قاعدين ورا مكتبهم ما عم يتحركوا كتير. فغالبا عندهم مشكلة إذا عملوا تحليل دم حيلاقوا في نقص بفيتامين دي. فيتامين دي عنده مشكلة. مو كل شيء أطعمة، ما في كتير مصادر طعامية غنية بفيتامين دي. يا هون بدنا نختار مصادر طعامية مدعمة بفيتامين دي. نتعرض للشمس طبعا هلأ على بكير بدها تكون ربع ساعة كل يوم، وبالإضافة لناخذ مكمل غذائي، والمكمل الغذائي طبعا بده يكون بإشراف طبيب، ما بيصير عشوائيا نروح على الصيدلية نقول له عطينا مكمل غذائي، لا بده يكون بإشراف طبيب. بالإضافة لأوميجا 3 كمان. أوميجا 3 مهم جدا، هي اللي هي الحموض الدسم الأساسية اللي جسمنا ما بيحسن يصنعها، فلازم ناخذها على شكل مصادر الطعامية اللي هي السمك، خاصة السمك المدهن يعني مثل السمك السالمون، زيت السمك، المكسرات، الجوز واللوز، البقلة، بذر الكتان، بذور الشيا. فلحنا على طبق السلطة اليومي أو بكاسة اللبن يلي حناخدها كسناك بين الوجبات بدل ما ناخد شاي وقهوة كتير، ناخد لبن بين الوجبات، نضيف له معلقة بذر كتان، معلقة بذور شيا، ومعلقة صغيرة سمسم. هيك بناخد كل شيء دهون أساسية بحتاجها جسمنا، ما بنشعر بالشبع لوجبات تانية، وعم ندخل الأشياء اللي بيحتاجها جسمنا واللي بنخسرها عن طريق التوتر. شغلة تانية، فيتامين بيحتاجه الأشخاص اللي بيتعرضوا للتوتر واللي بيدخنوا زيادة أكثر هو فيتامين سي. الأشخاص المدخنين والمعرضين للتوتر بيحتاج جسمهم جرعة مضاعفة من فيتامين سي. وغلط أنه ناخدها على شكل مكمل غذائي وحبوب فوارة، لأنه هيدي حبوب فوارة ممكن تعمل ترسبات بالكلية، ولابد أن النصيحة مثل تكون التوقف عن التدخين يعني نهائيا هو الحل الأمثل يعني. هيدي شيء مفروغ منه. بس فيتامين سي فينا ناخده من كل شيء، مصادر خضرة وفواكه اللي قدامنا، الخس، الفليفلة، الليمون. وما بننسى أنه هو يعني لازم ناخذ الخضره والفواكه فريش. لحتى لانه هو بعد 10 دقائق من عصر يعني كاسه العصير بتروح فعاليته. فلا ناخذ البردقانه فريش، حتى الخضروات يعني اللي ناخذها نقطعها لا لحنا نقطعها، لانه متى ما قطعناها بنفس اللحظه اللي بناكلها فيها بعد 10 دقائق بتروح فعاليته لفيتامين سي. طيب دكتوره، خلينا نتكلم ايضا عن التمارين الرياضيه التي يحتاجها الاعلاميين ايضا للحفاظ على صحتهم ونشاطهم وادائهم. هلا مثل ما قلنا القعده في ساعات طويله ورا شاشه الكمبيوتر والعمل المتواصل يعني بدون حركة
بيترافق مع ضعف عضلات الجسم. صح. هلا حكينا على الشق الغذائي وقلنا فيتامين دي مهم، فيتامين دي مهم بيقوي كتلة العضلات. نحن قاعدين مع نظام غذائي متوازن وناخذ نحاول ناخذ سناكات صحيه مثل المكسرات، لازم نتحرك. اهم شيء قبل كل شيء هلا انت عملتيها الجلسه الصحيه. نعم. حتى نقوي عضلات البطن. صح. اللي هي بتترهن القعده ورا شاشه الكمبيوتر ساعات طويله، وهي بتحافظ على عضلات الظهر والرقبه. كثير مهم انه ننتبه لشاشه الكمبيوتر تكون بمستوى نظرنا مشان ما نتعب عضلات الرقبه. صحيح. خاصة اللي عندهم رقبة طويلة شوي. كتير مهم انه كل ربع ساعة لحنا قاعدين ورا شاشة الكمبيوتر نقوم نوقف ونعمل حركات مطمطة لجسمنا لأيدينا لحتى نحرك الدورة الدموية بعضلاتنا. كل ساعتين فينا نقوم نتمشى، يعني بدل ما نعمل تشات على الاونلاين فينا نعملها على التليفون ونتمشى بين المكاتب. اذا حسينا حالنا نفوت على التواليت ما نختار محل قريب لنا، نطلع على الدرج الطابق اللي فوقنا. نعم. ونتحرك، هيك بنحرق سعرات حراريه اكثر وبنحرك عضلات جسمنا. بالاضافه طبعا للحركه اللي هي لازم تكون بانتظام. يعني فينا نعمل تمارين معده، تمارين ورك، لانه قله الحركه كمان ممكن تأثر على منطقة الوركين والفخذين عند الصبايا خاصة. شكرا جزيلا دكتورة دانا الحموي على كل هذه النصائح التي بالفعل تهم الإعلاميين، وإن شاء الله لنا لقاءات أخرى معك. إن شاء الله. شكرا عزيزتي. إن شاء الله مؤتمر موفق. شكرا جزيلا. شكرا. إذا مشاهدينا الكرام.